ذكرتم قعود العاجز عن القيام، فما السنة في قعوده؟ هل يتربع أم يجعل ساقيه تحت فخذيه؟ ثم أين يضع كفيه؟ هو مخير، إن شاء جلس متربعا وإن شاء جلس كجلوسه للتشهد بأن يكون مفترشا أو متوركا، كلا الجلسات كلاها جائز. الحمد لله. ويتبع ما يسهل عليه، يتبع ما يسهل عليه من الجلسات. وعائشة رضي الله عنها تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، فدل على أنه إذا صلى قاعدا فإنه يصلي متربعا، يجلس متربعا أو يفترش أو يتورك، كل ذلك جائز والحمد لله. الحمد لله. ويضع يديه على فخذيه، يضع يديه على فخذيه مما يلي الركبتين، على فخذيه، نعم على فخذيه عند الركبتين، وإن قبضهما على صدره فهذا أحسن، حال القيام مثل حال القيام، نعم، لأنه في محل القيام، جلوسه ذا في محل القيام، نعم، فإذا قبض يديه على صدره فذلك أحسن، نعم. وعليه في الركوع مثلا أو التشهد أن يفعل بيديه ما يفعله المصلي القادر، يضع يديه على ركبتيه في كل حال، يعني يضعهما حيث يضعهما القادر. أي نعم. أحسن الله إليكم.